نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب من الرياض لأداء العمرة وقد عقد النية على العمرة، لكنه لم يلبس ثياب الإحرام، وعند وصوله مكة بعد يوم ذهب إلى التنعيم وأتى بعمرة، فهل عمله جائز؟ إذا كان ناوياً العمرة من الرياض أو من بلده فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه، ولا يكفيه أن يحرم من التنعيم. فإن أحرم من التنعيم صح إحرامه، ولكن يكون عليه فدية لأنه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات. نعم.